ملعب الأسطوري لنادي أسطوري اسمه الوداد وأمام جمهور أسطوري، نعم جمهور الوينرز. إذن سريعا سنتعرف على تشكيلة واختيارات المدربين ألكسندر سانتوس وريد الرقراقي، بأي اختيار وبأي تكتيك وبأي حسابات يا وريد ستخوض 90 دقيقة اليوم. الخبر السعيد عودة اللاعب جلال الداودي للتشكيلة الأساسية وعودة كذلك لعب رياض الجعدي الذي عانى من الإصابة في السنوات أو في عموما الأيام الماضية. رياض الجعدي حاضر أساسي وكذلك جلال الداودي من الاختيارات المهمة بالنسبة لوليد الرقراقي في التشكيلة الأساسية مع الانطلاقة. إذن وليد يبدأ بالتكناوت، يا أحمد رضا في الحراسة، أيوب العمرود 22، يحيى عطية الله 14، محمد فرحان 25، ريدا الجعدي 19، أيمن الحسوني 10، أشرف داري 3، يحيى جبران 5، بديع لاوك 17، جلال الداودي 15، ومبنزا رقم 9. تشكيلة مثالية نموذجية كانت متوقعة من جانب وليد الرقراقي، بينما اللاعب المميز اللاعب الشاب الذي قام بمباراة مهمة في الأسبوع الماضي حيمود يبقى في الاحتياط. عبد الله حيمود قد يكون واحد من بدائل وليد الرقراقي في دقائق الجولة الثانية. بيترو أتلتيكو الأنغولي اليوم بعد الغيابات والمتغيرات في التشكيل، البرتغالي ألكسندر سانتوس يعتمد على ويليتون في حراسة المرمى، بيدرو بينتو 4، ديفونسو 25، تو كارنيرو 13، ميدينيو 32، إيتو 3، جاريدي 29، بيدرو بيسو 14، تياغو أسوراو 26، جيلسون 21، وأندرسون كروز 7. ثلاث أسماء برازيلية في التشكيل ولاعب برتغالي اسمه بيدرو بينتو. ما أجمل الصورة لملعب محمد الخامس، اللون الأحمر الطاغي هنا في حضرة الوداد وفي حضرة الوينرز وجمهور الأحمر. أحمد ريدا تيغناوتي يلعب ضربة المرمى، بالمناسبة فالفيكتور غوميز هو الحكم الذي يقود هذه المواجهة قادما من جنوب إفريقيا، والحكم الذي أدار نهائي كأس الأمم الإفريقية بين مصر والسنغال، واحد من أجود الحكام على الساحة الإفريقية، وبكل تأكيد سيكون حاضر في نهائيات كأس العالم بقطر 2022. إذن ترجع كرة لفائدة بيدرو، كيف ستكون البدايات يا وليد يا الرقراقي؟ هل الوداد سيضغط مع البداية؟ هل سيكون متحفظ بعد الشيء؟ ونعلم أن كل مباراة لها حساباتها، كل مباراة لها ظروفها، كل مباراة ربما لها تكتيك بالنسبة للمدربين، وبالتالي هل ستكون مباراة اليوم مشابهة لمباراة الذهاب؟ أعتقد أن الأمر اليوم سيكون